ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى نيويورك لمتابعة جزء من الفعاليات المتواصلة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. نتابع. تعتبر كذلك حوضا حيويا للكربون، وبارتفاع مستويات درجة الحرارة في المحيطات وعلى الأرض والتي وصلت إلى مستويات قياسية هذا الصيف، أدت إلى احتراق بعض أجزاء الكوكب وتسببت في أعاصير وفيضانات وجفاف غير مسبوق. كل الأمم ينبغي أن تعمل معا من أجل الحفاظ على المحيطات كمكون أساسي من المنظومة البيئية على كوكب الأرض. والدول في تحالفنا لا تسعى لإعادة كتابة القوانين بل تسعى لتوضيحها. والدول الجزرية الصغيرة لا يمكن أن تظل مكتوفة الأيدي بينما نرى بلادنا تغرق تحت أقدامنا أو تكبلنا الديون.